أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة لمجريات الحرب في اليوم 99 وفي آخر التطورات. حركة حماس تعلن عن سلسلة عمليات وتوجيه رشقة صاروخية لإسرائيل في اليوم 99 من الحرب، كما وأعلنت كتائب القسام توجيه رشقة صاروخية جديدة إلى غلاف غزة بالتزامن مع معارك ضارية في خان يونس جنوبي القطاع. وعلى جبهة لبنان قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعين للجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات وقلعة هونين بالأسلحة المناسبة، قائلا إنه حقق إصابات مباشرة. يأتي ذلك فيما تواصل اليوم القصف المتبادل عبر الحدود بين الحزب والجيش الإسرائيلي. أما في الضفة الغربية، اعتقال 15 فلسطيني ومواجهات في مناطق متفرقة في المنطقة. نناقش كل هذا بعد قليل. أبدأ هذه التغطية مع السيد سهيل ناصر المختص في الشؤون الفلسطينية من قطاع غزة. أستاذ سهيل، يبدو أن هناك مواجهات واشتباكات ضارية في خان يونس على ما يبدو، ضعنا في كافة التطورات في قطاع غزة في اليوم 99 من الحرب. بكل تأكيد هناك منطقتين أو في مكانين يتم الاشتباكات أيضا، والقصف الإسرائيلي في دير البلح وسط مدينة غزة أيضا وجنوب قطاع غزة، ونتحدث هنا عن خان يونس. هذا التركيز الأكبر والأكثر للاشتباكات أيضا ولمحاولة الدخول الإسرائيلي إلى مناطق ومحاور جديدة داخل المدينة. المتوقع اليوم أن يكون هناك اقتراب الدبابات والأليات الإسرائيلية من مستشفى شهداء الأقصى بعد أن خرج منها الآلاف من النازحين من تلك المنطقة بسبب اقتراب الأليات من مستشفى شهداء الأقصى المتواجدة داخل دير البلح. إضافة إلى ذلك بأن أيضا في منطقة ما تسمى جيزان النجار وأيضا حي الأمل في وسط مدينة خان يونس والقريب من الأماكن الغربية لمدينة خان يونس هناك الاشتباكات وأيضا القصف الإسرائيلي واستخدام أيضا طائرات الدرون المفخخة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف أيضا مقاومين في تلك المنطقة. هذا يعطي إشارة واضحة بأن إصرار وتركيز الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة وتحديدا في وسط مدينة غزة لا زالت الخطة أو المرحلة الثانية تعمل هناك، ولكن في أماكن أخرى كمدينة غزة وشمال مدينة غزة واضح بأنه تم الانتقال كما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الخطة الثالثة وهي عملية الاستهداف أو العمليات النوعية دون أن يكون هناك دخولا إلى مناطق شمال قطاع غزة أو إلى مدينة غزة مرة أخرى، وبالتالي عملية انتقائية ستكون من خلال سلاح الجو الإسرائيلي أو حتى من خلال المدفعية الإسرائيلية داخل قطاع غزة. هناك محاولات أيضا لإدخال مساعدات إلى مدينة غزة، ولكن للأسف الطريقة التي يتم بها إدخال هذه المساعدات هي مهينة بشكل كبير، وبالتالي حتى طريقة التعاطي وتوزيع هذه المساعدات وإن كانت تتركز فقط على الطحين لتلك المنطقة لمن هم بقوا في مدينة غزة أو حتى شمال مدينة غزة، وإن كان التركيز الأكبر على مدينة غزة أو بالقرب من المناطق التي يتواجد بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هناك صعوبة أيضا في طريقة توزيع هذه المساعدات وإن كانت كما تحدثت تتركز على الطحين أو الدقيق بشكل أساسي. نعم سهيل، ابقى معي. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد جنان بن إسحاق، ضابط سابق في الشباك، مرحبا بك معنا سيد جنان. هناك تقارير تقول بأن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستضطر لربما أن تسيطر على محور فيلادلفي، هل تعتقد أن هذا فعلا حقيقي أم أنه يهدف إلى ممارسة ضغط لربما على مصر لتجديد الرقابة على كل ما يتعلق بتهريب الأسلحة عبر الحدود؟
أنا ما منش مدبر أعتقد بأننا نتحدث هنا عن نية حقيقية، وخاصة عندما نرى كمية الأسلحة التي دخلت إلى غزة، نرى أسلحة عليها عبارات صينية أو إيرانية، وهذه لم تدخل عن طريق إسرائيل، ربما عن طريق البحر، وربما وما على ما يبدو عن طريق الأنفاق من مصر، وكان على مصر أن تمنع هذا ولم يحدث. لو أراد، لا نعرف، إن ربما أرادوا أن يمنعوه ولكنهم فشلوا بذلك. فالنهج وفكر إسرائيل منذ 7 أكتوبر أن إسرائيل وحدها تستطيع أن تتحكم بالأمر من ناحية أمنية، وبما في ذلك محور فيلادلفيا. هل أنت بشكل شخصي تعتقد فعلا أن عمليات تهريب الأسلحة تستمر رغم وجود الحرب ورغم كل هذه المعارك والأوضاع في قطاع غزة؟ وهل تعتقد أنه فعلا يجب على إسرائيل أن تسيطر على محور فيلادلفيا؟ أولاً أنا أعتقد بأن التهريب ما زال جارياً، لأن إسرائيل لم تعمل بشكل مطلق في منطقة محور فيلادلفيا لتمنع أو تغلق هذه الأنفاق. يبدو أن هناك حركة معينة، برأيي لا منقص من ذلك. دعني أتوجه إلى مراسلنا عبد الكريم التناوي المتواجد على شريط الفاصل مع قطاع غزة. عبد الكريم، آخر التطورات إليك. نعم أسيل، نحن نتواجد هنا، وفي هذه اللحظات أطلقت صواريخ من منطقة شمال قطاع غزة باتجاه آيات مردوخاي، وسمعت صافرات الإنذار في آيات مردوخاي وكذلك البلدات الواقعة على غلاف غزة. تدور الاشتباكات وكذلك تستمر الحرب أسيل يعني في نواحي متفرقة من قطاع غزة، وكانت يعني الطائرات الإسرائيلية غارت على هذه المنطقة التي نحن نتواجد من خلفنا. هذه المنطقة منطقة مخيم البريج وكذلك مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة. في هذه المنطقة شهدت اليوم العديد من العمليات القتالية، من الاشتباكات مباشرة على الأرض بين القوات الإسرائيلية وكذلك يعني الفصائل الفلسطينية، وكذلك في هذه المنطقة وتحديدا منطقة مغراقة، منطقة التي تقع في المنطقة الوسطى، منطقة المخيمات، والتي تقوم إسرائيل ويقوم الجيش الإسرائيلي بتكثيف عملياته في هذه المنطقة. وإسرائيل تقول بأن الفصائل الفلسطينية يعني تتمترس خلف يعني المدنيين في المقيمين في المنطقة الوسطى في هذه المقيمات، بالتالي يعني تكثف عملياته في هذه المنطقة. وأعلن الجيش عن عثوره على منصات صواريخ كانت يعني جاهزة للإطلاق في منطقة المغراقة وكذلك يعني في مناطق أخرى في هذه المنطقة. أثيل يعني أيضا يعني أغارت طائرة على أهداف في منطقة وسط مدينة غزة وكذلك على حي الشجاعية، واليوم في ساعات الظهيرة أيضا يعني دارت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين الفصائل الفلسطينية في بيت حانون وكذلك في منطقة جباليا وكذلك يعني في منطقة شمال قطاع غزة. هذه المنطقة التي قالت إسرائيل بأنها سمحت للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم بالعودة إلى منازلهم، لكن يبدو أن استمرار هذه المعارك في هذه المنطقة وكذلك الاشتباكات التي تدور، وكذلك كان هنالك قصفا مدفعيا متقطعا على بيت حانون، والآن نحن نتحدث عن صواريخ تطلق من هذه المنطقة، منطقة شمال قطاع غزة، في هذه الأثناء باتجاه البلدات الإسرائيلية، وكما أطلقت أيضا يعني رشقة صاروخية في ساعات الظهيرة، سمعت دوي صافرات الإنذار في منطقة يعني النتيف عسراء أسيل. فهذا يدل على أن يعني المعارك ستستمر، وأيضا يعني رغم يعني الحديث عن عودة السكان إلى منطقة شمال قطاع غزة وإدخال إسرائيل المساعدات إلى هذه المنطقة، لكن لطالما تدور الاشتباكات وكذلك يعني القصف في هذه المنطقة، ولطالما تقوم الفصائل الفلسطينية بإطلاق الرشقات الصاروخية من هذه المنطقة
المنطقة باتجاه البلدات الإسرائيلية. هذا يعني أن هذه الحرب ستستمر، وربما هذا يؤخر من عودة يعني السكان إلى منازلهم. ونحن نتحدث عن سكان منطقة شمال قطاع غزة بالتوازي مع أن هنالك أيضا يعني السكان الذين يعني يقيمون في السكان الإسرائيليون الذين يقيمون في المناطق المحاذية لقطاع غزة وتحديدا غلاف غزة، أيضا يعني هم قد نزحوا من منازلهم باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية التي هي أكثر أمنا. نعم. ولم نعم. يعودوا حتى الآن يعني لمنازلهم. نعم أسيل. نعم عبد الكريم، شكرا لك على كافة هذه المعلومات. أتحول إلى بليغ صلاح الدين مراسلنا المتواجد في تل أبيب وتحديدا فيما يسمى ميدان المختطفين. بليغ، يعني بالتزامن مع دخول الحرب يومها 99، حدثنا عن الأجواء لديك وكل التخطيطات لليوم وأيضا يوم غد. نعم أسيل، نحن متواجدون هنا في ميدان المختطفين في وسط مدينة تل أبيب، وكما نشاهد يعني مئات الأشخاص هنا ينتظرون الدخول إلى هذا النفق الذي أقيم بشكل خاص لكي يمثل ما يمر به، وكأنه المختطفون 136 الموجودون في غزة حاليا. كما نشاهد هنا الأشخاص يعني ينتظرون أيضا يعني يحضرون معهم من منازلهم حتى الطباشير وغيرها من يعني الأقلام التي يمكن أن يكتبوا بها على هذا النفق الذي أقيم خصيصا لهذا الغرض. يعني نقرأ هنا يعني أسماء لمختطفين في هذا المكان، وكذلك bring them home now، بطبيعة الحال يعني يطالبون بأن يعودوا إلى منازلهم، كلمات بالعبرية، كلمات باللغة الإنجليزية، كلمات طبعا يعني تطالب وكأن الحكومة الإسرائيلية بأن يقوموا بفعل كل ما يستطيعون القيام به لكي يعيدوا المختطفين 136. وكما قلت أسيل، يعني بينما نشاهد هذه الصور سويا يعني للأشخاص العديدين الذين يدخلون واحد تلو الآخر إلى هذا النفق لكي يعبروا عن طبيعة يعني أو هذا النفق الذي يعبر عن طبيعة يعني الأوضاع في غزة حاليا بالنسبة للمختطفين، نقول فقط أن يعني اليوم 100 غدا الذي سوف يكون يعني يوم حافل بالفعاليات المختلفة، 24 ساعة تبدأ من اليوم حتى يعني فيها يقومون يعني عدة شركات إسرائيلية وكذلك منظمات غير حكومية بفعاليات مختلفة، بمسيرات، بكذلك درجات هوائية التي يعني قامت في الأيام الأخيرة بيعني مسيرة معينة لكي يصلوا إلى ميدان المختطفين في نهاية الأمر. كل هذه الأمور والفعاليات تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تفعل كل ما تستطيع في نهاية الأمر لكي يعني تحرر هؤلاء المختطفين. كما نعلم أسيل، يعني حاليا ما تقول الحكومة الإسرائيلية أنها تقترح على يعني على القطريين وعلى المصريين عدة اقتراحات لكي يقوموا فيها ب يعني التواصل أو الوساطة مع حماس. حتى الآن حماس يعني تؤكد أنها لن تحرر أي من المختطفين إلا في حال وقف هذه الحرب وخروج وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي في غزة، أمر بطبيعة الحال الذي ترفضه إسرائيل. ولكن هؤلاء الناس الذين يخدمون إلى هنا بالنسبة لهم أهم أمر من بين كل الأمور هو تحرير المختطفين. ننتظر الساعة 8 بعد خروج السبت المقدس أسيل لكي يكون هناك بدء للخطابات من بين الأشخاص الذين سوف يخطبون اليوم، بطبيعة الحال أشخاص الذين هم يعني لهم أقرباء في غزة مختطفين، وكذلك مختطفين بنفسهم الذين حرروا في يعني في الصفقة السابقة قبل نحو شهر ونفس. سوف بطبيعة الحال يشرحون الأوضاع هناك بهدف الضغط أكثر وأكثر بطبيعة الحال. نعم بليغ، يعني الكثير فعلا من المشاعر من المؤكد حيث تتواجد. شكرا لك جزيل الشكر بليغ صلاح الدين على كافة هذه المعلومات. حدثني من تل أبيب. أعود إليك سيد جورين، يعني كما شاهدنا بدأت يعني عائلات المختطفين وأيضا الشارع الإسرائيلي بدأ بالتوافد إلى ميدان المختطفين في اليوم 99 وغدا اليوم 100. وكما نعلم هناك مفاوضات، لربما هناك أنباء عن تقدم وأنباء أخرى تقول أن المفاوضات عالقة. هل تعتقد فعلا أن الحكومة الإسرائيلية كما تقول تضع هذا الملف في أولوياتها؟
אני מסתכל רגע על התוצאה, אף אחד לא חשב שאני... אני אנדור אל הנתיג'ה. לא, אחד מעתקד בננה סנסל אל תקריבן מית יום في حين לדע חמאס 136 מחטוף. הדה שאי למי יחדות בכל תאריך דולת ישראל. قالوا لنا بأن الضغط العسكري سوف يؤدي إلى تحرير المخطوفين. حاليا ما نراه أن فقط الدبلوماسية هي من سرحت المخطوفين. إسرائيل تقول بصوت عالي سأفعل كل شيء لإعادة المخطوفين ولا لكنها لا تفعل كل شيء. هناك فلسطينيين موجودين في السجون الإسرائيلية وأمر الأسرى الفلسطينيين مهم للمجتمع. إذن ربما توافق الحكومة على تحرير هؤلاء الأسرى لتحرير أسرانا. وأنا لا أدخل لمسألة إن كان هذا صحيحا أم لا، ولكن بيد الحكومة أدوات لا تستخدمها. سمعنا عن أنباء عن إدخال الأدوية للمخطوفين. أنا لا أصدق هذا هذه الأنباء. أعتقد بأن هذه لعيب. لا أعتقد أن حماس وافقت على ذلك، ولا أحد شرح لنا كيف يستطيع الصليب الأحمر فجأة أن يدخل الأدوية. أعتقد أن هذا فقط لعوبة لتقليل الضغط في الشارع. هناك أصوات في الشارع الإسرائيلي وأيضا ربما في الحكومة الإسرائيلية تقول بأن الأولوية هي القضاء على حركة حماس حتى ولو كلف هذا حياة 136 مخطوفا في قطاع غزة. كيف تقرأ هذا الأمر؟ أنا أرى في هذه الأقوال غير أخلاقية. إسرائيل، دولة إسرائيل هي المتهمة، هي المذنبة، كان عليها أن تحمي مواطنيها. خلال سنوات طويلة يعرفون بأن هذه منطقة صعبة، منطقة خطرة، وسنوات تطلق القذائف على منطقة طلق غزة ولم تفعل شيئا الدولة. الدولة عليها مجبرة أن تخرجهم من الأسر، وإلا فلا مبرر لنا للوجود هنا. الحرب مع حماس لن تنتهي غدا ولن تنتهي بعد سنة. من يعتقد بأنهم أن الدولة سوف تقضي على حماس وينتهي الأمر مخطئ. هذه حرب صعبة مع حماس وليس على ظهور الناس الذين تخلت عنهم الدولة. دعني أعود إلى السيد سهيل من قطاع غزة. أستاذ سهيل، كان هناك أنباء كما تحدثنا الآن أيضا عن إدخال أدوية للمختطفين في قطاع غزة. هل هناك أي تأكيدات من قبل حركة حماس، تأكيدات رسمية القصد؟ لم تؤكد حركة حماس حتى اللحظة بشكل رسمي حول هذا الموضوع، وهذا هذه النقطة تحديدا، وإن كانت دخول أدوية هي تعتبر بشكل إنساني للأسرى للإسرائيليين داخل الذين لدى حركة حماس أو حتى الفصائل الفلسطينية، هو يخضع للتدقيق الأمني لدى الفصائل الفلسطينية، وبالتالي وإن كان هذا الأمر هو صحيح سيكون هناك ربما تأكيدا أو ربما بث فيديو في هذا السياق للتأكيد على استلام هذا الأمر أو حتى تصريحا مقتضبا من قبل حركة حماس في هذا السياق. على أي حال، يعني هناك من خلال المباحثات التي تدور الآن، هناك قرارا رسميا يعني واضح من قبل الحكومة الأمريكية أيضا والوسطاء وأيضا أطراف أخرى للضغط أيضا على الفصائل وعلى الجانب الإسرائيلي لإتمام هذه الصفقة، والأهم من ذلك خلال هذه الصفقة يكون وقفا لهذه الحرب حتى وإن كان لمدة قد تعتبر بشكل أو بآخر هي قليلة، 3 أشهر، الحديث يدور حول 3 أشهر، وأن يكون هناك صفقة شاملة تشمل الكل مقابل الكل، وأيضا أن يكون هناك حكومة فلسطينية هي برعاية دولية تدير أيضا ملف قطاع غزة بشكل كامل. خلال 3 أشهر سيتم الحديث عن الكثير من الملفات، وإن كان أيضا هذا الأمر هناك قرارا إسرائيليا واضحا في هذا السياق بأن الحرب على الفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة في قطاع غزة لن تتوقف حتى التأكد تماما كما تعتقد بأن أسلحة المقاومة الفلسطينية وأنه لن يشكل قطاع غزة أي من الأخطار التي قد تشكل أو
يعني قد تعتبر مشكلة أو خطرا كبيرة. ولكن سهيل يعني حتى بعد مرور قرابة 100 يوم على هذه الحرب ما زالت حركة حماس قادرة على إطلاق صواريخ حتى من شمال قطاع غزة كما حدث اليوم. إذن كيف يمكن لهذا أن يؤدي إلى تقدم في المفاوضات أو في أي حل يمكن أن يكون يعني لإيقاف هذه الحرب؟ سؤال مهم جدا. اولا في هذا السياق يعني هناك اعترافا اسرائيليا واضحا بان تدمير قوه الفصائل الفلسطينيه في قطاع غزه وتحديدا باعتبار حماس هي الاكبر فصيل مقاوم داخل قطاع غزه لن يكون الامر سهلا بما فعل في بداية الحرب داخل قطاع غزة وتدمير البنى التحتية وللمنازل أولا، وبالتالي ربما هذه الصورة تعطي إشارة لأطراف خارج قطاع غزة بأن المقاومة قد انتهت. ولكن نحن نتحدث أيضا عن أنفاق، نتحدث أيضا عن قذائف صاروخية ليست موجودة على سطح الأرض، بمعنى موجودة في أنفاق وفتحات أنفاق، وبالتالي الحصول أو كشفها جميعا هذا الأمر ليس بالأمر السهل. وبالتالي شبكة الأنفاق أيضا والمتاهة التي شكلتها الفصائل وحركة حماس تحديدا أسفل مدينة غزة، وهذا الأمر ربما لن يكون سهلا أو لن يتم كشفه خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو حتى سنة، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكشف عنه، وهي تعترف بذلك، وخاصة أن أيضا المقاومة لا زالت مستمرة فوق الأرض، وبالتالي هذا الأمر يعيق تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي للدخول في بعض المناطق لكشف هذه الأنفاق، وأن عدم وجود معرفة كاملة أيضا بطبيعة وشكل هذه الأنفاق وأماكن تواجدها، وإن كان أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف العديد منها في كل مرة أو في كل يوم، ولكن لا زال هناك العديد والكثير منها يعمل. وإطلاق القذائف الصاروخية يعطي إشارة واضحة، هذا لا مفر منه، بأن القدرات الصاروخية وأدوات المقاومة يتم معالجتها بما لديهم من إمكانيات، وبالتالي فتحات الأنفاق التي من الممكن يتم فحرها خلال شبكة الأنفاق الموجودة قد تخرج منها قذيفة صاروخية هنا أو هناك، وبالتالي قد تغير المعادلة. قذيفة صاروخية يعني أنا أرى بأن رفض إسرائيل لوقف إطلاق الحرب بشكل تام داخل قطاع غزة، لأنه إذا ما أعلنت وإذا ما حققت الصفقة بشكل كامل وحصلت على كل الأسرى الإسرائيليين، ولكن قذيفة واحدة في ذلك الوقت أن تخرج من قطاع غزة تعطي رسالة فشل واضح للحكومة الإسرائيلية وللمجتمع الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية وعدت ولم تنفذ ما وعدت به، بأنها دمرت القدرات الصاروخية أيضا، وأي خطر قد يشكل لاحقا من داخل قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف أو حتى المدن الإسرائيلية. دعني أعود إلى السيد جونين هنا في الاستوديو. سيد جونين، كيف تقرأ أنت أيضا كمواطن إسرائيلي وأيضا كضابط سابق كل هذه القدرات التي ما زالت بحوزة حماس، يعني حتى بعد 100 يوم كما قلنا حركة حماس قادرة على إطلاق الصواريخ حتى من شمال القطاع حيث قال الجيش أنه يسيطر بشكل شبه كامل؟ אז קודם כל אני אגיד ש... אולן שעקו, לנהדה לא יפאג'אוני. שער... למה עתקד? מהירות. אנהו יום כן בסורעה על קדעה לקודורת חמאס. אתה עזב לך? אפי קדעה עזה. זה לא... וראי... משהו מפתיע... הדה ליסה שאין מפאג'ה אנהו מותיר אנה בשקל חס אנהו מנג'חונה פי לאטלאק. נושא שיגור הטילים. על המדה סנוואת כאן מודו עתלק הסווריך לחמאס כאן תמוי. למה יחוטטון להו ונפדו פי 7 أكتوبر. الكوبة الحديدية تستطيع أن تتصدى للصواريخ ولكنها لا تستطيع أن تمنع ما حصل في 7 أكتوبر. هناك تهديد صاروخي صحيح، ولكن هذه كلسعة صغيرة. إذن أي إنجازات يوجد للجيش الإسرائيلي سيد جونين بعد أكثر من 3 أشهر على بدء هذه الحرب؟ تري كون كل يش جدودين. أولا هناك ألوية كاملة في لحماس في الشمال وفي القطاع فككت القدرات العسكرية لحماس اليوم نسبة لما كانت عليه في 7 أكتوبر لا تشبه ما كان. 9000 نتحدث عن حوالي 9000 مقاتل من حماس قتلوا خلال الحرب، وهذا عدد كبير جدا ومهم. مفقدين قادة ألوية
قتلوا قضي عليهم. يعني هناك نجاحات ولكن هذه الحرب طويلة. من يعتقد أنه بعد 3 أشهر أو حتى 4 أشهر يمكن لإسرائيل أن تصل إلى نوع من الانتصار، قلت أنا من سابقا أنه لا يوجد صورة نصر. علينا أن نبني قوة إسرائيل من جديد، وفكر الأمن والتصور الأمن بالنسبة لغزة يجب أن يتجدد، لأن إسرائيل تتجاهل هذه السؤال بالنسبة لما الذي سيحصل فيما بعد، لأن الحرب عادة هي أداة للوصول إلى حل دبلوماسي، وهذا فشل كبير لسياسة إسرائيل. سيد كونان بن إسحاق ضابط سابق في الشباك، شكرا لك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. وأيضا أريد أن أشكر سهيل ناصر من قطاع غزة الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية، شكرا لك أستاذ سهيل. وقبل الختام أريد أن أتوجه إلى مراسلنا فراس حسن المتواجد في رام الله. فراس، ضعنا في كل تطورات في الضفة الغربية الكثير من الأحداث. نعم أسير، بالفعل يعني منذ أكثر من 5 ساعات تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، وحتى الساعة يعني أصيب 10 فلسطينيين بينهم يعني 2 بالرصاص الحي، وتخلل أيضا يعني هذه المواجهات والاقتحامات لمخيم الفارعة، وأيضا انتشار القناص الإسرائيلية، وكان هناك يعني سماع لدوي أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم. القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا المخيم من جهة حاجز الحمرة، ودفعت أيضا بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، واستحليق مكثف أيضا من طائرات الاستطلاع، وأيضا تواصل الجرافات تجريف شوارع المخيم بحث عن العبوات المسلحة التي يضعها الشبان الفلسطينيين في طريق الآليات العسكرية. أيضا غدات وفاة 3 فلسطينيين يعني أسيل مساء أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوة إسرائيلية قرب مستوطنة أدورة غرب الخليل، حاولوا يعني اقتحام مستوطنة أدورة وتنفيذ هجوم مسلح أسفر يعني عن إصابة أحد أيضا حراس أمن المستوطنة بجروح طفيفة. اعتقلت يعني اليوم قوة إسرائيلية عددا من أقارب المنفذين من قرية إذنة غرب مدينة الخليل. أيضا يعني قامت بتشديد إجراءاتها العسكرية عند يعني مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، وأغلقت البوابات الحديدية التي يعني موجودة في جنوب وغرب مدينة الخليل. أسيد فراس حسن مراسلنا من رام الله، شكرا لك على كافة هذه المعلومات، ولكم مشاهدينا شكرا على طيب المتابعة. تابعونا مجددا على رأس الساعة، وإلى اللقاء.